الآن نلتقي مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد البوطي
العبارة نفسها التأويل، متى يكون التأويل سائما ومتى لا يكون سائما، ومتى يكون محل اشتغال. الشيء الثاني البدعة، ما هي حقيقة البدعة؟ وأعتقد أن هذا الأمر لم يبحث بحثا علميا دقيقا. كثيرون هم الذين يرفعون اليوم محاربة البدع لا يعلمون حقيقة البدع. الأمر الثالث موضوع التوسل الذي قتل بحثا، أنا أعتبر أنه موضوع اجتهادي. الشيء الثالث الذي أريد أن أقوله وأختم به حديثي، أيها السادة، إذا عقدنا مؤتمرا من هذا القبيل ما ينبغي أن نحرر فيه أنفسنا. على النهج الذي رأيت في المؤتمر السابق الذي عقد عن الإمام أبي الحسن الأشعري، كثيرا ما يتم هذا الأمر، نحن متفقون نتكلم في أمور نحن جميعا متفقون عليها، لكننا بحاجة إلى أن نجلس إلى إخوة لنا يخالفوننا في الرأي، وأنا لا أتهمهم، بل أعتقد أن معرفتي تكمن بالجلوس إليه وتكمن بالحوار الذي ينبغي أن يتم بيني وبينه. ربما ابتعدوا عن الاستجابة، أو ربما كان فيهم من يبتعد عن الاستجابة، ولكن أعتقد أن فيهم من يستجيب. هذا اللقاء الذي ينبغي أن يتم بين أكثر من طرف ليس المراد منه توحيد الرؤية، ليس المراد منه طرق الخلافات، وإنما المراد منه أن يعذر بعضنا بعضا، وأن يتبين أن كثيرا من المسائل التي نختلف فيها هي محل اجتهاد، ولا يتبين ذلك إلا عند الحوار، عند النقاش. فإذا تلاقت الأطراف وتناقشوا في هذه الأمور التي هي بحسب الله سبب تصدع الأمة، سيستبين أن أخي الذي خالفني في هذا الرأي يعتمد على حجة اجتهادية لا أستطيع أن أخطئه فيها، ولسوف يعلم أيضا إذا كان مخلصا في البحث أنني أعتمد على حجة اجتهادية، فإن اتفقنا على بعض النقاط فنعمنا، وإن اختلفنا فلسوف نفترق وكل منا يعذر الآخر. هذا هو الهدف الأقدس الذي ينبغي أن تلتقي الأمة عليه. أشكركم وأعتذر من أول. الأستاذ الدكتور محمد سعيد بوكي. أيها السادة، الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية، فليتفضل.